من أفضل الأعمال التي تستطيع أن تقضي بها يومك وليلتك عيادة المريض، أي زيارة المريض. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من حق المسلم على المسلم، على المسلم، ولهذا فهي سنة مؤكدة. أوصلها بعض أهل العلم إلى أنها من فروض الكفاية، أي إذا مرض للمسلمين مريض وجب على الأقل واحد منهم أن يزوره أو يعوده، حتى لو لم تعرف مريضا زر أي مريض ولو لم تكن تعرفه، لأن زيارة المريض لها من الأجر والفضل ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. فإن زرته نهارا صلى عليك 70,000 ملك حتى تمسي، وزرته عشية أي في المساء صلى عليك 70,000 ملك حتى تصبح. وإذا مشيت وأنت تمشي في زيارة المريض فإنك تمشي في خرفة الجنة، أي في ثمار الجنة. فإذا جلست عند رأسه نزلت عليك الرحمة، فإذا جلست غمرك أي انغمست في رحمة الله جل وعلا. فما أعظم زيارة المريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يسأل من أصح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال من اتبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في مؤمن هذه الأربع إلا وجبت له الجنة. من أعظم الأعمال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المريض، كان يأتي فيزوره ويدعو له، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أو غيرها من الأذكار تدعو المريض، تواسيه، تسليه، ولا تثقل عليه، لا تكلفك إلا دقائق معدودة، ثم الأجر العظيم عند الله جل وعلا.